اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده بنهديها لاطفالنا الحلوين، وخاصه اللي يقول لك انا مش بحب السمك يا ماما، عايز جمبري مقلي. هو اتعود كده، الجمبري مش من فصيله الاسماك. احنا عايزين نعلم ولادنا ان كل حاجه بتطلع من الميه والسي فود والفوسفور دي حاجات لطيفه وجميله وغنيه باوميجا 3. نقول له يا ابني لما تاكل سمك يعني هتبقى ذاكرتك قويه، مش هتنسى، هتحفظ كويس، هتبقى طه حسين كده في عز ريان شبابه. الحاجات اللطيفه دي تبقى موجوده في ولادنا عشان نشجعهم وندعمهم ان هم ياكلوا السمك. النهارده هنعمل السي فود للي بيحبوه الاولاد. هنعمل الجمبري المقلي النهارده الكريسبي، نقدمه مع مايونيز او كاتشب حسب ولادنا ما بيحبوا. البعض بيحب ياكله بالطحينه. معانا النهارده شويه مكرونه بالجمبري جامدين جدا. ايه التركايه وايه الخبره الطهويه اللي تخلي المكرونه واخده طعم الجمبري والجمبري واخد طعم الكريمه؟ الحاجات اللطيفه دي. معانا المفاجاه النهارده برجر بالسي فود. هنعمل قرص من البرجر كده في كل محتويات السي فود بتاعه البحر، كابوريا مخليه على فليه على سمك على جمبري على كاليماري، كل ده مع بعضه مع الخبره الطهويه اللي هي الصويا البودر، ونشوف ازاي نقدر ان احنا نشوي ونقدمهم في خبزه كبيره من اللي موجوده معانا. نحط معاه كاتشب بقى، بصل خاص المعتاد، ممكن نحط بطاطس مقليه حسب الرغبه. عايز اقول لحضراتكم الحلقه النهارده غنيه فوسفوريه وكمان غنيه خبره طهويه، وخاصه لاطفالنا الحلوين علشان يحبوا السمك، بما ان احنا في ايام الامتحانات وفي مذاكره وفي مسؤوليه على كل ام عظيمه بتتابعنا وبتشوفنا دلوقتي عايزه ابنها يطلع الاول وهو المتفوق على المدرسه او على العام الدراسي، فهي بتلعب دور مهم جدا، وانا سند ليكي في المطبخ اعمل لاولادك الاكلات اللي هم بيحبوها. هنبدا نشتغل دلوقتي في ايه يا عم الشيف؟ في مكرونه بالجمبري. ممكن نشوف مقاديرها يا استاذ رحاب بعد اذنك؟ مقادير المكرونه بالجمبري على الشاشه. معانا جمبري لحم، ومعانا جمبري قشر. ولادنا بيخافوا من شكل الجمبري، فنستخدم جمبري لحم هنا. ممكن نحط شويه كاليماري معاها مفيش مشكله حسب الرغبه. وكريمه لباني وزعتر وزب، وعندنا ميه بتغلى على النار. هنبدا ان احنا نسلق المكرونه بتاعتنا. يا خالتي يا امي يا عمتي يا كل ام عظيمه بتتابعني، نص سلقه، ما تسلقوش المكرونه سوى كامل. ليه يا عم الشيف؟ علشان تاخد من طعم الكريمه ومن طعم الجمبري. سلقتها سوى كامل المكرونه هتنزل تبقى شكلها مش لطيف مع الجمبري ولا الكريمه. شويه زيت صغيرين وشويه ملح، وخليكي فاكره انك حاطه ملح مع سلق المكرونه، عشان كده لازم ترفعي ايدك من الملح في الصوص اللي هتعمليه. وعندنا المكرونه بتاعتنا بتغلى اهيت. ناخد الروزماري اللي محطوط ده هنا كده الشكل الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، اهي زي ما هي كده نحطها هنا اهي اهي. الله عليك وعلى والديك اهي، ونسيبها. حلو. وتعالوا مع بعض نعمل خلطه الجمبري. طاسه شديده الحراره على النار، المادة الدهنية اللي هستخدمها معلقتين من الزيت مع مكعب زبدة. ممكن تعملي زبدة بس، ممكن زيت بس، زي ما انت عايزة. حلو. تركاية لطيفة، بناخد شوية زعتر حلوين كده بنحطهم في قلب الزبدة أو الزيت، نشم ريحتهم حلوين كده، ده الجو. باخد شوية روزماري حلوين كده يا عم الشيف، بسقطهم على. دايما لما تيجي تعملي المكرونه بالجمبري خليها محور الحديث مع اولادك، مع طفلك، مع ولادك، في ان انت بتحب الروزماري بتحب الزعتر. هو ممكن ما يعرفش لا روزماري ولا زعتر، وارد، بس لما تقولي له اهل ولاد استاذ طعم حلو، تقول له يا حبيبي انا والله اتفرجت على الشيف المغازي على القناه الاولى، لقيته بيحط روزماري شكله حلو قوي، جاب زعتر وحطه مع البصله وهي بتتحمر والتومه، ما بقاش طعم البصل باين في المكرونه، لان في البعض لغايه دلوقتي يحب التوم بس ما يحبش يشوف شكله ولا يستطعمه، بس هو يحب التوم. وفي البعض يحب البصل بس ما يحبش ريحته، وهكذا. يعني انا عاشق للبصل الاخضر، بس لما اكل بصل اخضر لازم طبعا ان انا اقعد فتره طويله واستخدم نعناع ومعجون سنان علشان ريحته من بقي، ده الطبيعي. اضحي يعني طالما انا بحبه. شايفين البصلايه دي كده؟ اتحمرت اهيت مع الروزماري. ننزل بالثوم الحلو ده كده. السي فود يا اخوانا ما يحبش الثوم متحمر، السي فود ما يحبش الثوم يتحرق، ما هيش طشه باميه ولا طشه ملوخيه ولا طشه فته، لازم الثومه تبقى حيه كده في قلب السي فود. ننزل بالجمبري اللحم بتاعنا،
المكرونة اهي، فين المكرونة؟ راحت فين يا فاروق؟ راحت فين المكرونة؟ المكرونة فين؟ راحت فين المكرونة؟ والله كنت شايفها من شوية كده عاملة زي الشجرة نزلت في المية. أنا هسلقها نص سوا بس، أحللها كده وهيئها. لكل أم بتتابعنا وبتواصل معانا وبتكلف نفسها وتتصل وتدينا كلمة حلوة وطاقة إيجابية، وأنا دايماً أقول الكلمة الحلوة بنزين الحياة، الكلمة الحلوة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، يعني تعم مع الجميع. شوية جمبري مع شوية كلماتي شوحتهم في قلب النار. أو 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 لسه ما خلصتش. ناخد يلا بعدينا، ناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير على الجمبري ده ما يتشوه على النار. المكرونة هنا جاهزة نص سوا، خلونا استعين بمية سلق المكرونة تديني قوام للمكرونة بتاعتي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظة الأخيرة إن إحنا نقلب السي فود كده، مكرونة بالجمبري. يمكن مش مكتوب في المقادير الكاليماريا، بس الكاليماريا صديقة الجمبري في التسوية، وخاصة لو قطعتها رفيعة بالشكل ده كده. آدي الصوص بتاع المكرونة، شوف أنا هعمل إيه. عندنا مية سلق المكرونة أهي 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 أهي. يا ويلي يا ويلي، حلو أوي، تمام. ايه الاخبار؟ هو زي الفل، زي ما انا شغال كده. حلو. عندنا الكريمه اللباني اهي، تنزل كده على وش الصلصه دي. هو ده اللي بالك، زي ما احنا شغالين كده. حلو. كل اللي انا هعمله دلوقتي مكان الكريمه اللباني دي كده، بجيب معلقه نشا صغيره. شايفين الصوص ده كده؟ اهو ده، ادي المكرونه اهي خلاص خالصه، وفيها التوابل وفيها البهارات. حلو. شفت القوام ده كده؟ جه منين القوام؟ حد خد باله من الاول خالص عشان الكريمه ما تفرطش معايا؟ مكان الكريمه في الطبق او في البوله الصغيره اللي كانت معايا مكانها، حطيت شويه حليب ومعلقه نشا وقلبت كده، وميه المكرونه هنا. اشيل المكرونه دي زي ما هي كده واستنى عليها تصفي ميتها. هسه هسه، ونصيحه مني، اوعى تاخدها على الحوض اللي وراكي وتحط عليها ميه ساقعه من الحنفيه، ما تزعلنيش منك. بعد سنين الخبره دي كلها تسلق المكرونه وتغسليها، دي من الاخطاء الشائعه في المطبخ، سلق المكرونه ثم غسلها ما ينفعش خالص. انا خدتها زي ما هي كده في قلب الصلصه دي كده. اللهم صل على النبي، انزلي يا مكرونه. بس خلصت، ونقلبها شويه مكرونه عجب، ونقلبها كده غلوه على النار التانيه بنقدمها. بس عشان نقول للحبايب والضيوف والاولاد وقرايبنا المكرونه دي بالجمبري، هنعمل تركايه صغيره كده. ايه هي التركايه؟ معانا عودين جمبري، زي دول كده، حطهم هنا كده. هو ده المطبخ، في قلب المكرونه، ونقرقهم كده ونجرنش بهم الطبق بتاعنا برزنتيشن. هنغطيها على النار لدقائق معدوده ونقدمها لحضراتكم. عايزينها بالجبنه؟ اهلا وسهلا. عايزينها من غير جبنه؟ اهلا وسهلا. تعالوا مع بعض نغرف شويه المكرونه اللي احنا عملناهم مع بعض، مخرجنا عايز يتفرج عليهم. مكرونه بالجمبري لاولادنا الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابي ومامي. ايه الحلاوه دي؟ معانا مين يا فندم؟ الطفل عمر. يا عمر، ايه يا حبيبي؟ ايه يا سيدي؟ نعم يا عمو، قول لي نعم يا عمو. نعم يا عمو، امرني يا حبيبي. عايز اسال حضرتك عن لحمه الستيك تاني. عايز لحم الستيك المشوي؟ حاضر، عينيا نعمل لك الستيك المشوي. حاضر. شايف الجمبري ابو شنب ده كده؟ انت هتخاف منه لو قدمناه على المكرونه، بس احنا عايزين نحطه كده علشان نقول لضيوفنا ان احنا عاملين مكرونه بالجمبري. حبيتين بره كده، ونجيب طبق التقديم بتاعنا الحلو ده كده. اللهم صل على النبي، ونقدم المكرونه بتاعتي دي كده.
ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ حبيبي يا فندم، حبيبي انا معاك اهوت يا باشا. لحظه، هي إيه لحظه وثانيه، طرفه عين جيبها واخطفها يا فاروق، ده انت ابداع. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كريمه لباني؟ موجوده. طعم المكرونه من الجمبري وطعم الجمبري من المكرونه والكريمه. اللهم صل على النبي. كل اللي انا هعمله دلوقتي هعمل ايه بقى؟ قولي لي. سبقتيني بنت حلال. شويه الجمبري دول او الحبتين الجمبري الحلوين اللي انا فرحان بيهم دول كده هناخده كده. الله، ويبان بالشكل ده كده. مش اختراع. ممكن تداري شنباته علشان الاولاد ما يخافوش منها، مع ان لما يحبوها هياكلوه بالشنبات بتاعته.